من القوى الطلابية والاتحادات والجبهات يعني. والنهاردة ذكرى 6 أبريل الانتفاضة الشعبية في المحلة واللي في نفس اليوم تأسس حركة شباب 6 أبريل وكذا. احنا النهاردة عايزين نحيي الذكرى بس احنا بنحيي الذكرى برقم مطالب الطلاب اللي بيرفعوها دلوقتي جوه الجامعة. احنا عندنا في جامعة القاهرة أكثر من 100 طالب معتقل، عندنا عشرات الطلبة اللي أصيبوا واللي يعني تعوروا جامد أثناء الاقتحامات المتكررة للداخلية، عندنا حالة من التعسف الإداري والخمى الإداري رهيبة، مئات الطلبة اللي تعرضوا للفصل من المدن الجامعية الجماعية ومن الكليات والخلاف، عندنا حالة جوه الجامعة كده حالة قاتلة للحياة الطلابية عموما وقاتلة لأي نشاط. وطبعا كل ده تحت دعايه الحرب على الارهاب، وكان اخر حلقه في السلسله ديت هي القرار اللي اصدره مجلس المدارس كليات جامعه القاهره برئاسه رئيس الجامعه باستدعاء الداخليه ودخولها جوه الجامعه واعطاها نقط تمركز عند الكليات. والمطالب بتاعتنا النهارده بالترتيب الغاء القرار وكل القرارات اللي تسمح للداخليه بدخول الجامعه ومنع دخول الداخليه جوه الجامعه تحت اي مسمى هي او اي جهاز امني اخر. المطلب الثاني هو تحرير كافه المعتقلين من الطلاب وبالاخص طلاب جامعه القاهره وبالاخص الطلبه اللي تم اعتقالهم على كافه الجامعه 16 يناير. المطلب الثالث هو الغاء كافه القرارات التعسفيه اللي اتخذتها اداره الجامعه ضد الطلاب والغاء كل ما ترتب عليها من فصل وحرمان من السكن في المدينه الجامعيه.